بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نود ان اشكر جريدتكم الالكترونيه المنبر الرياضي التي لديها صيد على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الاقليمي. كما اود اللجنه المنظمه بما فيها الاتحاد الرياضي امل تيزنيت كره الطائره وكذا مولية تيزنيت كره الطائره، بالاضافه الى جميع المتدخلين كالمجلس البلدي ونيابه التعليم التربيه الوطنيه، اضافه الى الشركاء الاخرين يعني لا يسمحوا لي نسيتهم. من هذا المنبر كنشكر الفريق الفائز اللي هو مولاي رشيد، اللي صراحه هذا الشباب برهنوا لي اليوم بان كانت طاقه شبابيه مدينه تيزنيت من خلال هذا بحال هذا الدوري اللي كنظموا، اللي صراحه نشجعوا هاد الناس اللي نظموا هذا الدوري بكل تلقائيه رغم الامكانيات الماديه واللوجستيكيه صراحه، الا ان العزيمه فوق كل الاعتبارات. كما لاحظتوا بان الحضور في حضر هذه التظاهره اللي هي اول تظاهره في المدينه لنظم هذه الفرق الصعيده المدارس الثانويه والاعداديه. في الاخير اود ان اشكر كل المتداخلين فيها الجمهور، سكان المدينه، متشجعين، التلاميذ صراحه شرفونا بهذا الحضور. نتمنى المسؤولين بكل ما فيهم اقتصاديين وسياسيين يعاونوا بحال هاد الناس اللي كينظموا رغم الامكانيات الماديه الضعيفه، لكن الرغبه صراحه برهنات بان مدينه تيزنيت لديها الكفاءات والطاقه لتنظيم هذه الملتقيات، وموعدنا ان شاء الله في الملتقى الثاني ان شاء الله.